زیارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء صلوات أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة صلوات. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة صلوات. ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن صلوات. قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. فقلت عليك السلام يا ثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله. أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بلدي ويا صاحب حوضي. قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين صلوات. قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال
السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنني أن أكون معكما تحت القصا؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت القصا، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوا فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة صلوا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت القصا. فأقبل علي نحو القصا وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصا؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت القصا، ثم أتيت نحو القصا وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصا؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بلعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت القصا، فلما أقسم الله جميعا تحت القصا أخذ أبي رسول الله بطرفي القصا وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرم لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصا. فقال الأمير جبرائيل يا رب ومن تحت القصا؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة صلوا وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي لحمة إلى الأرض لأكون معهم صادصا؟ فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك.
فهبط اليمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يغرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله عليه وسلم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل النار وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا ففاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وغض الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوا اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قلم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. سلام. نعرہ تکبیر